لسه مكملين معاك وفقراتنا في نهارك سعيد. وطبعا المشهد اللي شفناه دلوقتي هو جزء من الفيلم العربي المعروف الرصاصه لا تزال في جيبي، اللي دايما دايما بنشوفه في الاحتفال بذكرى 6 اكتوبر. النهارده طبعا هنتكلم فقره خاصه عن كل الافلام اللي انتجت لحرب اكتوبر 73، وهنتكلم على الافلام المعركه بشكل عام مع ضيفنا الناقد الفني استاذ محمد عاطف. صباح الخير. صباح الخير. كل سنه طيب. حضرتك طيبه. كل سنه طيبين. يعني طبعا اللقطه اللي شفناها دلوقتي ممكن تكون يعني شفتها كل السنوات اللي فاتت، وهو من اهم الافلام اللي اتعملت على اكتوبر 73، هنتكلم عنه بعد شويه بالتفصيل. بس خلينا نعرف للمشاهدين الاول هي ايه افلام المعركه. افلام المعركه بتنتمي لجانر الفيلم الحربي، لكنها مش بالشرط تكون يكون فيها مشاهد طول الوقت مشاهد من المعركه، يعني لان ده مكلف جدا. يعني افلام المعركه في مصر تقريبا ممكن نصنفها لنوعين. نوع كان بيتكلم كانت نوع كان التصوير فيه على الجبهه او الشطات وكانها لقطات حيه من المعركه. أيوة. وفي نوع بيتكلم عن التفاعل الاجتماعي والسياق المجتمعي اللي بيدور اثناء المعركه. أيوة. يعني شفنا مثلا فيلم زي حكايات الغريب، شفنا فيلم زي صرصرة فوق النيل، يعني كل دي افلام تنتمي لافلام المعركه، لكنها كانت ماشيه بالتوازي بتعرض السياق الاجتماعي اللي المعركه كانت ماشيه بدون ما يكون في مشاهد حيه من المعركه نفسها. ايه الفايده؟ لا، من هو ما حصلش. يعني مثلا فيلم زي صرصرة فوق النيل هو كان بيتكلم عن، يعني الفيلم كان معمول عن بدايه سنوات النكسه. أيوة. لكنه كان بيدين الوضع الاجتماعي والسياسي الموجود في البلد اللي ادى الى هذه النكسه. فيلم حكايات الغريب فيلم بيتكلم ما بعد المعركه، لكنه محمل بروح المعركه. طيب كل نوعيه من الافلام او جانر من الافلام بيبقى له هدف معين. الهدف من افلام المعركه هو طول الوقت الهدف من افلام المعركه او من جانر الحربي بيختلف من مكان لمكان تاني. يعني الفيلم الحربي الهوليودي غالبا بيبقى بيؤسس للسوبر برودكشن اللي عليها هوليود وبتقدر تنتج بيها، بيأسس للجندي الأمريكي الذي لا يقهر، بيحاول يصنع أسطورته بنفسه أو يصنع تاريخه بنفسه، نظرا لأن أمريكا ملهاش تاريخ كبير في الحروب. يعني هي ظهرت على المعسكر السياسي والمعسكر الاستراتيجي اصلا في مع الحرب العالميه الثانيه. لكن في بلاد زي مصر افلام المعركه من الافلام اللي بتنمي الجرعه الوطنيه، بتنمي الانتماء، بتفكر الاجيال الجديده بالصعاب اللي شافها اجيال ابنهم قبلهم، بالتعب اللي تعبوا الاجيال اللي قبلهم علشان خاطر يكونوا هم موجودين. وليها دور توصيفي اكيد يعني بتجمع الاحداث نفسها. يعني خليني برضو اتكلم معاك او نفتكر مع بعض الافلام اللي انتجت خصيصا لحرب اكتوبر غير الرصاصه لا تزال في جيبي. بشكل اساسي اغنيه على الممر. أغنية أيوة. على الممر من أعظم الأفلام اللي أنتجت عن المعركة. إحنا بحب أسميها أفلام المعركة لأن في يعني أكتوبر هي كانت معركة فاصلة في صراع طويل ابتدى من 67 وانتهى بتحرير الأرض تماما مع تسويات السلام والحصول على طابة، لكن هناك محورية للمعارك اللي حصلت في أكتوبر 73. فمن أهم الأفلام دي فيلم أغنية على الممر لأنه كان بيلخص أو بيبعت رسالة مهمة مفادها إن الهزيمة مش هتستمر، لأن في ناس مرابطة، في ناس حتى لما جالها أوامر بالانسحاب حست إن هي لو انسحبت هيبقى شكلها هتشيل عار أو هيبقى أو ده لا يتناسب مع عقيدتها القتالية، ففضلت محافظة على مكانها لحد آخر عسكري. أيوه. في أفلام زي فيلم زي أبناء الصمت، فيلم لخص مرحلة الانتظار الشديدة، لأن كان الست سنوات دول مروا على الناس اللي في الجبهة والناس اللي شاركت في حرب الاستنزاف كأنهم 60 سنة. وكانت طول الوقت بتدي جرعة للناس اللي بره المعركة، بتطمنهم، بتقول إن في أبطال موجودين على الجبهة ومصممين إن هم يرجعوا حقهم. بعد 73 ابتدى يبقى في افلام بتشرح المعركه كما حدثت،
وبتمجد بطولات بعينها، وبتزود من اسهم النظام الجديد اللي هو بدا تولي الحكم مع تقريبا بدايه الاعداد للمعركه الفاصله في 73. يعني في قبل المعركه اللي هي الاعداد ليها، وخلال المعركه نفسها، وما بعدها بقى ايه اللي وما حصل بعدها بالفعل؟ يعني للاسف دايما لما بيتكلم في ذكرى اكتوبر عن افلام المعركه وافلام التمهيد ليها بنتكلم عن السينما الروائيه بس، في حين ان السينما التسجيليه عملت اعمال عظيمه جدا. يعني كان في فنانين كبار ومخرجين كبار ساعتها كانوا مراسلين حربيين، طبعا فصوروا حاجات بكاميراتهم الخفيفه وعملوا افلام تسجيليه عنها، وتعتبر من اهم التراث لو تم التسجيلي اكيد عندنا. عرضها على شاشه التلفزيون او تم عرضها حتى في قاعات هو عرض للاسف خاصه يوم للاسف ما 6 بيحصلش اكتوبر ده، الناس للاسف ما هتطلع بيحصلش عليها. ده، ومعظم ارشيف الافلام دي ان لم يكن كلها موجود في المركز القومي للسينما، ومساله الافراج عنها حتى للعرض جوه احد قاعات المركز هنتكلم القومي على للسينما فكرة في بيبقى فيه الإفراج، يعني مشاكل وروتين كتير. بس خلينا نشوف جزء من أغنية على الممر ونرجع نكمل مع حضرتك. أستاذ محمد، حضرتك كان ليك تعليق على المشهد ده تحديدا من الفيلم، مقصود منه إيه؟ يعني هو سيكونس صامت جدا، لكنه دال بشكل كبير ان الحياه ما انتهتش مع الهزيمه في 67. يعني الناس لسه بتشتغل، الناس لسه بتغني، في الاغنيه اللي بيغنوها فيها اصرار وفيها عزم من روح مصر. يعني شجعه هو كجندي في المعركه، ممكن يكون بيشوف اهوال اكتر من الاهوال اللي هم بيشوفوها بكتير، لكن روح مصر نفسها غزته وهترجعه للجبهه تاني محمل بجرعه من الحماس علشان خاطر يستكمل معركته. الافلام اللي انتجت لحد النهارده عن حرب اكتوبر، هل هي افلام عددها كافي؟ هل هي بحجم الحرب نفسها ولا شايف حاجه تانيه؟ عايز اقول لك ان يعني قليل جدا لما بنشوف في الجانر كله في العالم، قليل جدا لما بتشوف فيلم عن الحرب بحالها. يعني طول الوقت الحرب كل تفصيله فيها مأساة ومعاناة وفيها كلام كتير جدا ممكن يتقال، سواء بشكل محتك بيها بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. يعني مثلا لما نبص على الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، بنشوف ان معظم الافلام اللي اتعملت عنهم از باكج افلام تسجيليه مسلسله. كل مسلسل من دول بيتكلم عن معركه بعينها، في افلام بتتكلم عن معارك بعينها. يعني مثلا من اكتر المعارك اللي اتعملت عن الحرب العالميه الثانيه، افلام اتعملت عن معركه جاليبولي. لما بتشوف الحرب العالميه الثانيه افلام كتير جدا من جنسيات مختلفه، روسيه والمانيه وامريكيه، بتتكلم بس عن معركه ستالينجراد، لان كل واحد برضه حابب يحكي المعركه من وجهه نظره. فهكذا برضو بالنسبة لمصر، للأسف معظم الأفلام اللي اتعملت عن المعركة الفاصلة في 73 كانت بتتكلم عن السنوات الأزمة بما فيها لحظة العبور، وإما الفيلم بينتهي لحظة العبور أو بينتهي بلحظات انتصار الناس بعد العبور، والمشهد المشهور بتاع مشاريب الناس دي كلها على حسابي. ففي أزمة عندنا في تناول المعركة، وانها دايما اتخذت من منظور القياده. يعني دايما بيبقى بنشوف مشاهد بيبقى طالع القائد هو بيخطط صلاح للاحداث في دور المشير احمد اسماعيل او صلاح نظمي وهو بيخطط للمعركه كده، في حين ان الناس اللي فعلا عملت المعركه واللي اي انتصار في المعركه بفضله بيرجع ليهم، ما اتعملش عليهم حاجات تمسهم قوي. ومعظم الحاجات اللي اتعملت بشكل كبير قوي فيكشن، زي مثلا حتى اخر العمر، يعني المعركه في اطار رومانسي. لكن في معارك حقيقيه جدا موجوده في ملفات الشؤون المعنويه والقوات المسلحه تستاهل جدا ان الكتب عنها افلام. صحيح، لكن الناس يعني البعض خصوصا المنتجين بيقولوا ان الوثائق الخاصه بحرب اكتوبر لحد دلوقتي لسه مش بسهوله ممكن يطلعوا عليها، وبالتالي ما فيش افكار جديده بالنسبه لهم ممكن يتناولوها في افلام جديده. والبعض الاخر بيقول لكن في احداث معروفه
للكل، حتى لو فيكشن زي ما حضرتك بتتكلم، فيه حاجات كتيره جدا ممكن يتعامل عليها، ولكن لحد النهارده العدد محدود جدا في انتاج افلام عن الحرب، اللي هي حاجه من اعظم واهم الحروب والمعارك في العصر الحديث. في فيلم تشجيع عظيم جدا اسمه صائد الدبابات، بيتكلم عن الجندي اللي دخل معركه دبابات لوحده ودمر 14 دبابه. الفيلم ده ما هو ممكن يتعمل روائي، ليه ظل فيلم تسجيلي؟ فطول الوقت في يعني بالنسبه للحكايه نفسها موجود حكايات كتير، اما بالنسبه للقطات الوثائقيه، هو معظم اللقطات اللي احنا بنشوفها في افلام المعركه هي مش لقطات من المعركه بالفعل، يعني هي اتصورت بعد كده كمحاكاه للمعركه اللي يمكن حصلت. مش الصوره المقصوده، المقصوده الاحداث عموما، المعارك الثانيه. الحاجه الثانيه مثلا لما نبص، احنا كنا بنتكلم عن السينما العالميه، لما نشوف مثلا وي وير سولجرز مثلا او سيفنج برايفت رايان، ما هو يعني التفاصيل بتاعه الحكايه ما كانتش موجوده، ما فيش لقطات وثائقيه للمعركه، لكن الفيلم خد اوسكار والناس كلها بتتفرج عليه لحد دلوقتي، واحنا يعني مش منتمين باي دفعه انسانيه او نفسيه خاصه بمعركه الانقاذ جوندي رايان، بس الفيلم مصنوع بشكل جيد. خلينا نشوف كمان يعني جزء من الطريق الى ايلات، وهو من اهم الافلام كمان اللي اتكلمت عن حرب اكتوبر. خلينا نرجع مرة تانية بعد ما شفنا جزء من الطريق إلى إيلات، وهو من الأفلام اللي دايما بيعاد يعني إذاعتها يوم 6 أكتوبر، ورأي حضرتك إيه في الفيلم ده؟ فيلم الطريق إلى إيلات من الأفلام الحلوة، يعني بعيدا عن إن في بعض الثقوب في الحبكة الدرامية أو معقولية الأحداث، لكنه فيلم بشكل بسيط جدا ممكن اوصفه بانه فيلم جميل، لانه فعلا الاداء فيه كان موصل لي روح وطنيه جدا من الفنانين اللي قاموا بيه. نمره واحد. نمره اتنين، هو من الافلام القليله او يمكن هو الوحيد، الفيلم الوحيد اللي كان بيعرض بشكل مفصل جدا التنسيق ما بين العمليه والدوله كلها، الدوله كلها بتخدم على عمليه واحده، يعني في السياق ده اكيد كان في مئات العمليات لاسلحه مختلفه بتتعمل، لكن لما نركز على عمليه واحده زي عمليه طريق الى ايلات ونشوف انها حصلت بتنسيق ما بين المخابرات العامه والمخابرات الحربيه وحتى دار الاذاعه اللي بس اغنيه في اول بس اذاعه القران الكريم علشان خاطر يدي اشاره البدء للعمليه، لما العمليه تكون قبل ما تتعمل بيتنسق لها ما بين اكثر من دوله، اللي هي دول الطوق الاردن وسوريا والعراق، يعني المعركه كانت معركه عربيه، ما كانتش معركه قايم بها المصريين 100%. فدي دلاله مهمه جدا، واعطاء الحق لاصحابه سواء كانوا مدنيين غير عسكريين في مصر او كانت دول تانية ساهمت معانا في معارك في حرب الاستنزاف وفي حرب العبور. طيب هل في الفتره الجايه وحضرتك يعني في الفيلد في افلام او مشاريع افلام ممكن تتقدم على حرب اكتوبر، او سمعت ان حد مقدم سيناريو ما؟ يعني هو في سيناريوهات كتير جدا متقدمه بقالها كتير، وطول الوقت يعني بيبقى في محاولات ان يتم انتاجها، بس خلينا نقول ان رقم واحد الافلام اللي من النوع ده مكلفه جدا، يعني بيبقى صعب جدا ان قطاع الانتاج دلوقتي في وسط الظروف الراهنه انه يقوم بيها، لكن من ناحيه وجود نصوص، في نصوص، يعني مثلا الفنان لطفي لبيب كان اعتقد انه كان مراسل حربي 73 او شارك في حرب الاستنزاف، وعنده نص عن الكتيبه بتاعت الفرقه اللي هو كان بيخدم فيها ونفسه ينتج، ما حصلش لحد دلوقتي. في فيلم الدكتور مدكور ثابت اسمه سارج على صدور ساخنه، والنص اوريدي اتنشر ضمن اصدارات اكاديميه الفنون، لكنه برضو الفيلم ما شافش الكاميرات، لان يعني العمليه اكثر تعقيدا من مجرد كتابه نص حواليها. يعني يا رب الفترة الجاية يكون في اهتمام أكبر بحرب أكتوبر والتوثيق ليها. وبشكرك جدا الناقد الفني أستاذ محمد عاطف، بشكرك على وجودك معانا النهاردة. أهلا بيك، كل سنة طيبين. بشكركم مشاهدينا، تابعتونا على مدار ساعتين النهاردة من 9 ل 11، وبكرة إن شاء الله هنكون أكيد معاكم في يوم جديد وفريق عمل جديد، ونهاركم دايما سعيد.